يا بنت اهلا وسهلا، يا مرحبا يا بنت حمرا، اهلا وسهلا. وعندنا هون الطابق الاول احسن صالون بكل الشام، يلي بده يعمل مينيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا وخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه، على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخد العقل. هو ده الكلام يا باشا، لحسن الجوع هبق على الواحد هبقى وحشه خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها، سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه بيض غنم؟ هو الغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ناجي بيك. طب ما تقول كده. وعندنا ديسكوتيك تحت، ما في اخوه بكل الشام يا استاذ. واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايه؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عني بالظبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. اسف انا اسف، ما بعرف، لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. اما عندي مطعم هون عربي اصيل اسمه الف ليله وليله، في كل رقاصه يا استاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك انت بقى من المواضيع دي كلها، احنا هنقعد في الاوض نستنى ابو القاسم، ما حدش هيروح هنا ولا هنا، احنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات. ها احنا يا دوب يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ. هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب، الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب. تفضل شوف. تفضل تفضل ناجي بيك، يا ميت اهلا وسهلا. ليش تعزف حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معانا هنا؟ اسف استاذ، بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون، خلاص ابو القاسم، ابو القاسم كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رنه صغيره على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون، وهي مفتاح غرف الشباب. خاطركم. شوف يا بنت غوة، احنا قاعدين هنا ليلة وراجعين على مصر بكرة، مش عايز مشاكل، محدش يروح لا هنا ولا هنا، كل واحد يقعد في اوضته قافل عليه بابه، اللي عايز ياكل يكلم الروم سيرفيس يبعت له الاكل لغاية عنده. طب نغير هدومنا يا باشا، ده احنا مش طايقين الهدوم اللي علينا، كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم، ترويشة كده. والله يا باشا انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. وبعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجي بيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه خلاص. انت عايزه تروش انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوز اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده. وانت يا ابراهيم مش عايز تتكيس ولا تتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى، محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه يا كبير، يعني اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب50,000 دولار؟ بلاش يا ابني الدناول العين الفارغه اللي انت فيها دي. انا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف. اسمع يا ابني، انت هو انا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكوا، احنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن.
$25,000 يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، والجليلة في يد المؤمن بتكتر بإذن الله. الله يخرب بيتك عشان